قصة ستوري تايم صفحة 29. عندنا خالد and the key. خالد and the key. خالد والمفتاح. خالد والمفتاح يقول read the story and answer the questions. يقرأ القصة ويجب على الأسئلة. عندنا سؤال بالمستهل هنا يقول لي why did uncle Rashid why did uncle Rashid take خالد and his father home. لماذا العم رشيد أخذ خالد وأبوه إلى البيت؟ ليش أخذهم؟ صراحة نشوف نقرأ القصة. أعزائي يقول one day في أحد الأيام خالد went fishing with his father. يقول خالد ذهب لصيد السمك مع والده. When they got to the beach عندما هم ذهبوا إلى الساحل إلى شاطئ البحر. Uncle Rashid's car was already there. يقول سيارة العم رشيد، سيارة عم رشيد، طبعا هذا أصل التملك، أصل التملك. Uncle Rashid's car was already there. يقول سيارة عم رشيد كانت هناك، كانت لتوها هناك، يعني وين؟ على البيتش، على الشاطئ، على الساحل. العفو. He was waiting for them on his boat. He was waiting for them on his boat. يقول هو كان ينتظرهم في قاربه أو على قارب. Boat هذا البوت قارب. طيب. Khalid's father أبو خالد gave Khalid أعطى خالد the car key مفتاح السيارة، يعني سويتش السيارة، أعطى مفاتيح السيارة. إيش قال له؟ look after this قال له يعني اعتني بهذا. look after يعتني بي قال له اعتني بهذا، يعني دير بالك على هذا المفتاح. please الرجاء خالد. he said هو قال I'll be busy أنا سوف أكون مشغولا. don't lose it لا تفقده، يعني دير بالك لا تضيعه. don't lose it لا تفقده، لا تضيعه. no dad كلا يا أبي. said خالد قال خالد. he put the key round his neck on some string. يقول هو منو هذا خالد؟ وضع المفتاح، هذا المفتاح round his neck حول عنقه، neck عنق، round حول عنقه. on some string بخيط، ربطه بخيط، string خيط، خلاه بخيط وخلاه round his neck حول عنقه. they sailed out to sea and uncle Rashid and Khalid's father started fishing. يقول they راحوا منو؟ راحوا الجماعة، they sailed أبحروا بعيدا to sea إلى البحر. and uncle Rashid and his father started fishing وبدأ منو؟ عم رشيد وأبو خالد بدأوا بالصيد، صيد السمك. لاحظ هنا هاي الصورة يقول لي خالد put the key round his neck، خالد وضع المفتاح حول عنقه. I've caught one said uncle Rashid لقد اصطدت واحدة. ماذا يصيدون سمك؟ فش قال I've caught one لقد اصطدت واحدة، يعني سمكة واحدة، هذا المقصود أعزائي. said uncle Rashid me too وأنا أيضا. said Khalid's father قال أبو خالد. they both هم كلاهما كوت اصطادوا اصطادوا اثنتين اخريين يعني صار عندهم حوالي أربعة. ثم help quickly خالد help me this one is huge. هذا شنو أبو خالد ايش قال؟ help المساعدة النجدة، ساعدني quickly بسرعة يا خالد. help me ساعدني this one is huge. هذه هنا الوان ترجع السمكة، this one هذه الواحدة أو هذه is huge ضخمة، يعني جاي جورج يشوفها ضخمة. خالد helped his father pull the huge fish into the boat. خالد ساعد أبوه في سحب the huge fish السمكة الكبيرة إلى into the boat إلى القارب. تلاحظون هذه هنا وين هاي الصورة، هاي ساعدة يسحبون
يسحبون السمكة إلى القارب. لاحظونا أعزائي. أوكي سيد أنكل رشيد، أوكي حسن سيد، يعني تمام شغلة. أوكي سيد أنكل رشيد، قال العم رشيد That's enough fish، هذا يكفي من السمك، هذا كافي كافي السمك. Let's go back، لنعد لنذهب عائدين، لنذهب عائدين، خلينا نرجع. Go back لنرجع، دعونا نرجع. They sailed back، هم طبعا هم وين دا يصيد؟ يصيد بعرض البحر، هذا الحكي هم هنا بالقارب، فهم ودا يرجعون، رجعوا. بس ايش قال له؟ راح يبحرون راجعين، راح يبحرون. They sailed back، هم ابحروا عائدين to the beach، الى الشاطئ. خالد's father said، ابو خالد ايش قال؟ The key please خالد، المفتاح رجاء خالد اعطيني اياه. خالد put his hand to his neck، خالد وضع يده على عنقه. It's ايش قال؟ It's gone، it has gone، يعني مضارع تام. It's gone، لقد اختفى. The keys يعني has gone، المفتاح قد اختفى. I've lost it، أنا قد فقدته، قد أضعته. He said، هو قال. Oh no، oh كلا. لاحظوا هنا، خالد help his father، خالد ساعد والده. Pull the huge fish into the boat، هنا هاي العبارة، ساعد أبوه في سحب السمكة الكبيرة. وهنا أحدهم عم رشيد، وهنا عم رشيد وأبو خالد، وهذا خالد هنا ومضيع المفتاح اللي بعنقه، وراه راحوا للشاطئ. They looked inside the boat، هم نظروا داخل the boat القارب. And on the beach، وعلى الشاطئ، يعني نظروا فتشوا داخل القارب وعلى البيتش وعلى الساحل. They looked into the sand، هم النوب وين؟ نظروا وفتشوا النوب، فتشوا in the sand، الرمل، sand رمل، near the car، بالقرب من السيارة، الرمل هذا الواقع، هم قلبوا الرمل يشوفون، فتش الدورين على المفتاح. The key wasn't there، ولكن لا، المفتاح لم يكن هناك، غير موجود. I'm sorry، إنني آسف داد، يا أبي سيد خالد، قال خالد. I am very sorry، إنني آسف جدا. Alright خالد، alright خالد، حسنا يا خالد. Don't worry، لا تقلق. Alright لا بأس يا خالد، لا تقلق، لا عليك. Said his father، قال أبوه. I have another key، أنا أمتلك مفتاحا آخر. At home، في البيت. Perhaps the fish has eaten it، هاي نكتة طبعا. Perhaps، ربما the fish، السمكة قد أكلته، قد تكون نكتة قالها، أو مو نكتة على كل، يقول ربما السمكة قد ابتلعته أو أكلته. Eaten it، has eaten it. Said Uncle رشيد، قال العم رشيد. They all laughed، لا نكتة هنا، they all laughed، هم جميعا ضحكوا. Right، let's go home، حسن يعني right، والآن لنذهب إلى المنزل، إلى البيت. رشيد said، قال رشيد. We will come back for your car tomorrow، سوف نأتي إلى سيارتك غدا، لأن السيارة عفوهم، وهذا السويتش، وهذا السويتش ضيعوه. إيش قال له؟ We will come back، إحنا سوف نعود for your car tomorrow، يعني يقول السيارة ما عليها شيء، هي على الشاطئ، باكر إحنا راح نرجع على سيارتك. Khaled's mother was very pleased، أم خالد وكانت very pleased، مسرورة جدا، with the big fish، مع بالسمكة، بالسمكة الكبيرة. I'll cook it for dinner، أنا سوف أطبخها، سوف أطبخ السمك، it عائدة للسمك، أنا سوف أطبخها for dinner، للعشاء. She said، هي قالت. Can you cut it up، هل يمكنك أن تقطعها؟ Please، رجاء خالد. Yes mom، نعم يا أمي. Said خالد sadly، قال خالد بحزن، محروق قلبه بحزن. خالد don't worry، said his father، أبوش قال لخالد لا عليك، don't worry، لا تقلق. It was only a car key، إنه مجرد مفتاح سيارة، سويتش سيارة. Now cut up the fish، والآن قطع السمك. خالد was cutting up the fish، خالد كان يقطع السمك. When suddenly، عندما فجأة، he stopped، توقف. داد داد، يا أبي يا أبي. He shouted، هو صرخ. I found something، لقد وجدت شيئا ما. What has Khaled found، ماذا وجد خالد هنا أعزائي؟ طبعا أكيد لقى المفتاح. هاي صفحة 29، انتهت القصة. هنا عندنا خالد and the key، خالد والمفتاح. هنا يقول لي مثلا أسئلة ممكن خاف تجيب بالامتحان،
Where did Uncle Rashid take Khalid and his father? Why? يقول لماذا العم رشيد أخذ خالد و أخذ خالد ووالده ولماذا؟ He took them to the beach وأخذهم للساحل للشاطئ for fishing. For fishing لصيد الغرض. Why؟ لماذا؟ For fishing لصيد السمك. What did Khalid's father gave خالد؟ ماذا يعني أبو خالد؟ ماذا أبو خالد أعطى خالد؟ شنو اللي أعطاه؟ He gave him the key car. العفو he gave him the car key هو أعطاه مفتاح السيارة يعني نقدر نقول switch السيارة. What did he tell him about the key؟ ماذا هو أخبره بشأن المفتاح؟ شنو أخبره بشأن المفتاح؟ He told him to look after it and do not lose. هو أخبره بأن يعتني به يعتني يدير باله عليه ولا يفقده. طيب where did خالد put the key؟ أين خالد وضع المفتاح؟ he put the key around his neck. هو وضع المفتاح حول عنقه. why did uncle Rashid take خالد and his father home؟ لماذا العم رشيد أخذ خالد وأبوه إلى البيت؟ because خالد lost the car key، لأن خالد فقد أو أضاع مفتاح السيارة. how did خالد feel؟ كيف شعر خالد؟ شنو اللي كان شعور خالد؟ he felt sadly، هو شعر بحزن، هو شعر بحزن. then when did خالد find when did خالد find the key؟ متى خالد وجد المفتاح؟ he found it. طبعا هنا الات تعود على الكي، تعود على الضمير، ضمير لغير العاقل يعود على المفتاح. he found it، هو وجده. طبعا هنا الفايند هنا هذا يعني فعل مضارع مجرد، والماضي مال تفاوند هذا شويه شاذ الريجولر. he found it، هو وجد المفتاح. وين هنا الوين اعزائي تجي بمعنى عندما، هنا الوين تجي بمعنى عندما، تربط بين جملتين اعزائي. شوف لاحظوا اعزائي هاي الجمله الاخيره ركز عليها، لان هذا عندكم هذا الموضوع. هسه عندي هاي الجمله بالماضي البسيط، وهاي الجمله بالماضي المستمر. هاي جمله بالماضي البسيط سويت لكم اياها، جمله بالماضي المستمر past continuous، وهاي بالباست سمبل، ومربوطين بيش بكلمه and بمعنى عندما. he found it، هو وجد المفتاح. وين؟ عندما he was cutting up the fish، عندما كان يقطع السمك. عندما كان يقطع السمك شنو وجد؟ وجد المفتاح.